بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أولاد إن شاء الله هنبدأ درس ثاني في الوحدة الثانية، بيتكلم عن دور الإنسان في ظهور بعض مشكلات البيئة وكيفية التصدي لها. أول حاجة بناخد دور الإنسان السلبي في ظهور بعض المشكلات الخاصة بالبيئة. أول حاجة الآثار السلبية على البيئة الزراعية. طبعا الإنسان بدأ يأثر على البيئة الزراعية عن طريق تناقص مساحة الأراضي الزراعية، ده بيرجع بسبب التوسع العمراني والبناء على الأراضي الزراعية مما أدى إلى تناقص هذه المساحة. 2، استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الآفات، وبالتالي هنا بدأ يأثر على المحاصيل الزراعية، وبالتالي تتعرض هذه المحاصيل إلى الأمراض، وبالتالي إصابة الإنسان أيضا بالأمراض بعد أكل هذه المحاصيل الزراعية. ما النتائج المترتبة على الإسراف في استخدام المبيدات الحشرية؟ زي ما احنا قلنا، تلوث التربة الزراعية والنبات، تلوث مياه الري في النيل والترع والمصارف، قتل بعض الطيور صديقة الفلاح. عندي هنا الطائر صديق الفلاح اللي هو أبو إردال. هنا الصورة بتوضح كيفية الإسراف في استخدام رش المبيدات الحشرية، وبالتالي التأثير على الأراضي الزراعية وعلى النباتات والمحاصيل. أهم الآثار السلبية على البيئة الصناعية، تلوث الهواء بسبب صعود الأدخنة الضارة من مداخل المصانع، تلوث مياه الشرب بسبب إرقاء مخلفات المصانع في نهر النيل. عند الصورة بتوضح أدخنة المصانع، طبعا بيؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض وخاصة الأمراض الصدرية. عند هنا إلقاء مخلفات المصانع في الترع ونهر النيل، وبالتالي بيؤدي إلى تلوث مياه الشرب وإصابة الثروة السمكية وإصابة الإنسان بالأمراض. زيادة التلوث بالمدن الصناعية سبب تعدد وسائل النقل اللي بيخرج منها عوادم السيارات زائد الازدحام الشديد. يبقى زيادة التلوث بالمدن الصناعية بسبب تعدد وسائل النقل والازدحام الشديد بقى بسبب عوادم السيارات، إزالة مساحات واسعة من الحدائق والمساحات الخضراء. طبعا عندي الحدائق والمساحات الخضراء تؤدي إلى تقليل نسبة التلوث وامتصاص الغازات الضارة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون. أهم الآثار السلبية على البيئة الساحلية، عن طريق التوسع في إقامة القرى السياحية بالقرب من الشواطئ البحرية، وبالتالي بيؤدي إلى تدهور وتناقص هذه الشواطئ البحرية. إلقاء المخلفات في البحار وبالتالي هيضر بالحياة البحرية وخاصة الأسماك والشعاب المرجانية الموجودة عندي في البحر الأحمر. عندي بعد كده دور الإنسان بقى في كيفية التصدي لمشكلات البيئة. خدنا الآثار السلبية، هنبدأ نعرف بقى إن في جهود كبيرة جدا في معظم دول العالم للتصدي لهذه المشكلات البيئية. في أيضا جهود بتقوم بها منظمات دولية زي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية للتصدي للمشكلات البيئية والتأثير السلبي للإنسان على البيئة. مع بعض أهم الجهود التي تبذلها مصر في التصدي لمشكلات البيئة، عن طريق إنشاء وزارة البيئة سنة 1997. عند الوزارة دي بتهتم بالبيئة وتعمل على تحسينها، تجريم عمليات التخلص من مخلفات المصانع في مياه نهر النيل حتى لا يصاب الإنسان بالأمراض. شجعت الدولة على استخدام مصادر طاقة جديدة لا تلوث البيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. قامت الدولة المصرية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة الزعفرانة في محافظة البحر الأحمر. كما قامت الدولة بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الشمس في منطقة الكريمات في محافظة الجيزة. مع بعض برضو هنا أولاد بنعرف إن الدولة اهتمت بالمحميات الطبيعية
ودي عبارة عن مناطق تضم نباتات طبيعية وحيوانات برية. طبعا الدولة بتخشى عليها من التدهور أو الانقراض، فبدأت تهتم بإقامة هذه المحميات الطبيعية. طبعا لو بصيت عندي هنا على خريطة مصر، في العديد من المحميات الطبيعية التي أنشأتها الدولة، زي عندي في شبه جزيرة سيناء عند محمية سانت كاترين، عندي في الصحراء الشرقية لو بصيت هتلاقي عندك محمية وادي دجلة، في جنوب الصحراء الشرقية في محمية وادي العلاقي ومحمية جبل علبة، الصحراء الغربية في عند محمية وادي الريان والحيتان، زائد محمية الصحراء البيضاء ومحمية سيوة. ديت أهم المحميات الطبيعية الموجودة داخل الأراضي المصرية، واللي أنشأتها الدولة بغرض حماية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية من التدهور والانقراض. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية درسنا النهاردة، ونتقابل مع بعض إن شاء الله مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.